تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. مرتضى احمد محمد منصور طالع كعوايده يقل ادبه على الكابتن الخطيب، لما لقي الكابتن الخطيب خد اللقطه منه وخد الشاشه منه وخد الاهتمام الاعلامي منه، قال لا ازاي، انا ما اقدرش، ده انا اموت، ده انا هيحصل لي حاجه، انا لازم اطلع اشتم مع مجدي عبد الغني، وكمان اطلع اشتم على قناه نادي البليله كابتن خطيب، وابتدي القي الاتهامات واقول ده بيفوت وده بيعدي وده مش عارف ايه، ويبتدي يقل ادبه كالمعتاد. ومن 10 سنين حتى الان كلامه ما اتغيرش، وقله ادبه ما اتغيرتش، ومواقف الدوله منه ما اتغيرش. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو، وتعالوا لي تاني عشان الكلام اللي هنرد بيه على مرتضى هيوجعه وهيوجعه قوي، لان مفيش حد للاسف هيطلع يرد على مرتضى، احنا بس اللي بنرد على مرتضى. فحضرتك تدعمنا بلايك وشير للفيديو، وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش في القناه، وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بيبقى موجود على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف مرتضى قال ايه، وتعالوا لي تاني عشان ردنا هيكون رد موجع على مرتضى وعلى هزاز الرؤوس اللي من ضمنهم مجدي مقشة. يلا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو ونرجع نكمل مع بعض، يلا بينا. نرجع نرجع تاني بقى للماتش. ما نقدرش نقول طبعا الكلام ده، لكن لو انت قلت ان عبد الحميد بسيوني فوت، هقول لك ان علي ماهر فوت فيوتشر، وهقول لك ان عماد نحاس. ايوه ده كلام مش منطقي، كلام مش منطقي، ولا ده حصل ولا ده حصل ولا ده حصل. يا باشا انا بقول لك بلاش الكلام الفارغ دون. ايوه الهم طايلني وطايلك. ايوه وبلاش نشكك في كل حاجه يا استاذ، يا لا ما فهمتش منك حاجه خالص امبارح، ادي رقم واحد. تمام. حتى الولاد عاملين الحلزونه الحلزونه والكلام ده. ايوه. قاعد الامام ده. ايوه. تمام ادي واحد. يبقى اذا مفيش حد بيفوت بفرصه. لكن في فريق بيبقى خارج الخدمه. ايوه. وفي فريق بيبقى داخل الخدمه. يبقى اذا بلاش نشكك يا كابتن محمود ابراهيم السيد الخطيب في اي مدرب كان بينتمي لنادي الزمالك ويقول له هقول لك علي ماهر فوز الماتش بتاع فيوتشر. انت كنت بتاخد البطوله العربيه. أيوة. البطوله بتاعت اسمها دي البطوله العربيه. لا 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 اللي هو كاس الرابطه. تمام. والا بعماد النحاس النهارده بعت الصوره دي ايه؟ الصوره دي ايه؟ والله ماشي. انت زملكاويه ولا اهلاويه يا مصطفى؟ زملكاويه، ولو حد اهلاوي يا استاذ مجدي. ولو اهلاوي هتكرمه برضه. هو الولد الطيب ده اسمه ايه؟ قمح. ده اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي اهلاوي حتى. لا لا اهلاوي، ده اهلاوي حمى. اهلاوي حمى. ده اهلاوي اكتر من محمود الخطيب. تاني خد على بسيوني تاني، ده لما الاهلي بيتغلب السكر والضغط بيودوه مستشفى. لا في ناس ثانيه الاهلي بيتغلب ولا في دماغهم، بيطلع يعمل بيانات وبلاغات. فالولد ده لما كلمني الاخ الشيخ جمعه، كان جابه مره على الهوا كده عنده، وقال له انا زعلان وعندي رساله للمستشار المختار. هو ربنا مديله قدرات خاصه، نوع من اصحاب الاعاقات، الاولاد اللي ربنا كرمهم دول. ايوه طبعا. فقال له انا في الماتش اللي فات بتاع الكاس في حد من جمهور الزمالك شتمني، وانا بقول لك يا مستشار انا عندي الضغط وعندي السكر خلاص، وانا زعلان وبعيط. فانا عملت مداخله قلت له تيجي بكره هرز على دماغك، انا بعتذر لك دلوقتي قدام مصر كلها برغم ما اعرفش مين المشجع. أيوة. لكن ده الوضع الطبيعي، مش مدير كوره نازل شتيمه فينا وانت تقول نزل الشتيمه في كل مكان، والدوله المحترمه بمؤسساتها تقول شيل الكلام قله الادب ديت من على صفحه القناه بتاعت القناه المفروض. طب احنا يا فندم ما عرفناش. لا احنا واحده بقى مجدي. لا استنى اقول لك دلوقتي حصل معايا ايه. حصل معايا ايه؟ تمام. تقول له لا الشتيمه دي نزلوها لي وكل الصفحات زملكاويه. وامبارح عمال تقول انا مش قله الادب، احنا مش لساننا طويل، انا مش هرد عليك دلوقتي، انا بركز مع فريقي عشان الدوري، مش هرد عليه، لان لما اجي ارد اوريك فيديوهات الواد اللي انت جبته اللي كان عندي وانا طارده، انا سواق جبته في قناتك يشتمني، المحامي بتاعك قال كلام اللي واخد فيها سنه سجن دي، ثلاث عيال اللي احمد سعيد على الواد عبد الناصر على الواد التاني دون على اللي اسمه يعني ملوش دعوه علاقه بيهم بالاثنين. انت قلت لي الكلام ده في التليفون انا مش مصدق. عشان عبد الناصر بس يعرف انك انت بتتكلم يعني. لا لا حقيقي. مجدي بيقول لي في التليفون. تمام. والواد لا ده في عيل كمان هربان في الكويت الادب. تمام.
كل دول رجالتك اللي انت بتخليهم يشتمون. او مع ذلك الولد ما جاش، فبسأل شريف قالوا له لو قربت من مباراه الزمالك تمام اقسم بالله هنقطع رجلك، لا تخش مصوصه ولا تقرب من هنا. فالولد طبيعي ما بيقربش. ليه؟ اسأل شريف جمعه بيكلم الاخوه بتوع النادي الاهلي، السيد رئيس النادي وزير الزراعه، قال لك احنا بنشتاق منه بنعرف منه. يا نهار ابيض. فانا عملت له عضويه عامله مجانيه على فكره، هو بقى اهلي اهو، علشان اصحاب القدرات الخاصه بتاعت الرئيس لو تفتكر في ولد اعتقد كان عملت القمح؟ هقول لك دلوقتي. كان في ولد كفيف وطلب من سياده الرئيس، قال له ان انا بلعب سباحه وعايز انا اهلاوي، فسياده الرئيس قال لي على الهواء بتعرف الرئيس قلبه طيب جدا يعني. جدا يعني من الجماليه ومواطن عادي جدا. ايوه صح. قال لي لا يا كابتن محمود الخطيب ده يتعمل له عضويه. تمام. يا سلام على الاعلام. عارف عضويه ايه؟ رياضيه. عارف يعني رياضيه يعني ايه؟ يعني بتنتهي بالموسم الرياضي. عارف يعني ايه رياضيه؟ يعني بيلعب سباحه يخش لوحده من غير مرافق. ده هو عنده ده بيشوط يعني. ايوه فقد بطل. ايوه لازم حد يقوده. والسباحه بس يبقى ما يقربش من رابط النادي. تمام. احنا بنعمل كل يوم عضويات عامله لكل اصحاب القدرات الخاصه مجانيه، لانه مش عشان سياده الرئيس قال كده بس، بس بوريك الفيلم اللي اتعمل والاعلام وشوفه الخطيب شوف بيه عمل ايه في الاخر. ثلاث عضويه شخصيه. الولد ده انا عملت له العضويه العامله وكميات وسلمتها لشريف جمعه. قالوا له لو استلمت كميه تعالى البيات بس مش عايز. تمام. انا طبعا مقدر الظروف، مقدر ظروف الولد. نرجع بقى تاني للماتش النهارده. ايوه تاني ماتش النهارده. ايوه طب قبل ما نرجع للماتش عايزين نسال ايه اخبار القنوات؟ هل يعني خلاص قبل القنوات؟ خلينا بس في الماتش الاول. طيب ماشي ماشي تمام اتفضل. الفيلم اللي اتعمل امبارح وهجوم على الحكام ده فيلم. هو الفيلم ده كان الطلقه بتاعت امبارح والهجوم ده على الحكام. ايه رايك في ابراهيم نور الدين النهارده اللي كان ناقص يطرد محمد مصلحي ويطلعه بره الملعب؟ ايه رايك؟ هو ده الملاكي؟ لا ما اقدرش اقول كده. ليه؟ لان ابراهيم نور حكم الدين حكم كويس. ابراهيم نور الدين ركز معايا. اتفضل. هبعت لك الصوره. مش رمضان صبحي وقف على الكوره وابراهيم نور الدين بعدها بيومين وقف على الكوره. خلي بالك. يعني انا ممكن اقول ده لا يصلح ان يكون حكما للنادي الاهلي في يوم من الايام. خلاص ده حاكم الملاكي وجه النهارده، بس دي حقنه مسكنه. طب بتاع بكره احنا هنجيب ابراهيم نور الدين في كل الماتشات؟ طب انت راضي عن الحكام النهارده ولا مش راضي؟ مفيش يا جماعه حكم يطلع حكم حتى من المحكمه. الحكم اللي عجبني اقول يا سلام بشكر القاضي، والحكم اللي ما عجبنيش اشتم القاضي. لا يا جماعه الكلام ده مش موجود. كلامي واضح. زي ما الحكم يغلط او يصيع غلط خلاص. هو النهارده في الماتش ابراهيم نور الدين ثلاث اجوان راح ناحيه الفار ولا هرب من الفار. طب انا ممكن اقول ايه؟ الجون الثاني فاول ده فار من الواد، والجون الثالث اوف سايد. هو حتى راح ما راحش، لكن لازم نحترم الحكم النهارده. وده درس. الفيلم امبارح عشان نضغط على لجنه الحكام عشان تجيب لنا حكم ملاكي ما نقدرش نقول الكلام خالص. ده ابراهيم نور الدين حكم كويس وعنده ضمير وضميره صاحي ودي وجهه نظره ويجب ان تحترم. تمام. انا بس عايز اعلمه بلاش اللي بيعمله دول ويستفز الجماهير ويحرضها ضد الدوله. هل تعلم يا كابتن مجدي؟ ايوه يا ابن الاصول يا اللي والدك من الله يرحمه من كبار تجار رود الفرد. الله يكرمك. انت غني طبيعي. الحمد لله. انت داخل غني وخارج غني. الحمد لله. ما خدناش حاجه. يعني انت اعتمدت على جماعتين يقولوا ايه بقى اللي قال لك ده جماعه المحترفين ده بياخد ايه؟ لا ده يجوا ياخدوا بقى ده بيصرف. ده مجدي عبد الغني بيصرف من جيبه. هو بس اللي زعلني حاجه واحده ان انا قلت له اجيب لك قفص مانجا. ما جاش. لا طلعت لما ابدا اجي لكم. واخد بالك؟ حضالك. فالنهارده محدش يقدر يقول الحكم النهارده فاسد او جاري النادي الاهلي. محدش يقدر يقول النهارده انه في ولد مذيع اسمه محمد الايفل تقريبا بيذيع اسمه محمد ايه كان بيذيع ماتش النهارده بنسى اسمه محمد ايه ما اعرفوش الكواليني. هو حضرتك بتقيم الانديه؟ النادي الاهلي اعظم نادي في العالم في التاريخ. انت مال اهلك؟ انت بتذيع ماتش
ولما تتكلم على تتكلم على الحارس السنداري سيد البلد متعلقين حاجه صعبه جدا جدا. انت كنت النهارده قاعد بيلعب سيد البلد بيلعب نادي الاتحاد السكندري لو مش عارف ده 1917 بعدين ست سنين بعد 100 سنه راخر. لو انت مش عارف قيمه نادي سيد البلد روح يا عيب. اذا كان اسمه كده ما اعرفش اسمه محمد الايه تمام وايه ده والنادي الاهلي العظيم العظيم ايه ده ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا ابني احسن يحصل لك حاجه مصر بيتك. اه وانا بقول لسيف الاستاذ سيف الوزير المحترم ايه الاشكال دي يعني اليوم اللي ما فيهوش احمد شوبير اللي قاعد يقول يجيب الحكم روح احمد الشناوي روح مشي خلاص خد التبوبه بتاعته وروح يجيبه تاني يقول له ايه بس انت نسيت حته هو الكوره لما علي معلول شاطها اللي هو اللي هي ضربه الجزاء الواد بتاع المقاولين اتحرك جوه ولا ما اتحركش؟ يا ابني عايز تعمل ده اعمله في قناه الاهلي الناس هتحترمك انما احنا بنقول اهو اخر مره هنقاطع قناه اون اذا استمر الكلام الفارغ ده عندك مع احترام القناه اون مش ناس محترم وفي عنده طبعا مدحت شلبي ما شاء الله ورئيسه ما شاء الله لكن ما ينفعش ما ينفعش انت مش شايف تشغيل خالص قدامك انت كل اللي شايفه ابنك بياخد 5 مليون جنيه وهيلعب ده اللي انت شايفه انت لو شايف لكن ابنه جون كويس يا معلم يا باشا ابنه بص شكله جميل ولطيف وجون كويس ومستقبله هيبقى احسن من شوبير 100 مره ان شاء الله ان شاء الله ربنا بقول لك ربنا يوفقه يا رب ربنا يوفقه لو ابن احمد شوبير هو اللي كان واقف في ماتش بتاع السوبر كره ايمن منصور كان صدها كان صدها خلاص شوف اكتر من كده بقى فانا بقول له اهو لاخر مره يا اون سبورت يا مسؤولين يا محترمين اللي بيعمله احمد شوبير والشناوي والواد اللي اسمه سمير ده معلش سمير ايه ده القصير ده اسمه سمير ابوك الحكم ده واخد بالك اللي بيعمله دوت بيكمل تاني مع الاخوان جسام عبد الحفيظ بيكملوا اللي بيعمله الكلب الهربان علاء صالح حتى اتفضل يا استاذ مجدي كابتن مجدي او يا معلم مجدي الواد المجنون اللي هو بيكتب اللي بيكتب البيانات والبلاغات والخطط لان اللي بتيجي في الخطط ديت يعني يقول لك ايه؟ الدوله ضد الاهلي بتقول الدوله لفند تاني يقول لك ايه؟ في ناس في مصر ضد الاهلي طب ما هو نفس الكلمه طب ما تقول لنا مين؟ مش انت عنتر قول لنا مين ضد الاهلي في مصر؟ قول لنا مين؟ قول لنا هات لي مؤسسه في الدوله ضد النادي الاهلي او لو ضد النادي الاهلي كان مرتضى منصور هو اللي خد السجن او لو ضد النادي الاهلي كان مرتضى هو اللي اتحل ثلاث مرات ها 1997 و2000 ولسه ولسه عندك ولسه عندك قضيه بتاع الانتخابات لا وهو لا هو لو مرتضى او الزمالك دوله مسنداه زي ما هو بيكذب كان مرتضى صيد في الانتخابات من غمر اللي ما حدش يقدر يكسبني فيها تاني ما حدش يقدر يكسبني محدش يقدر يكسبني فيها ثالث محدش يقدر يكسب مرتضى منصور في مدرام يا بلدي ودايرتي طالع الاول على الجمهوريه الانتخابات اللي فاتت مش عارف افتح السبع على الغمر خلاص فين الدوله اللي معايا؟ فين الدوله اللي بتسالك؟ ده انا قعدت سنه في البيت من غير ما اعمل حاجه هو مش احمد موسى ده برضه وعمرو اديب هم اللي بيتكلموا باسم الدوله اللي شوهوني اول ما المجلس اتحل فين المخالفات يا سياده الوزير؟ الدول تبع الدوله؟ ولا مش تبع الدوله؟ فبلاش النغمه دي. تصدق الواد المجنون ده قال لي بقى؟ قال لك انه ابن شرقي الاهلي كان هيفاوضه واتعاقد معاه. فالدوله المصريه المتزملكه خطفت اخته للسجن للسنه. تصدق قال انت مجنون ابن مجنونه؟ يصدق قال انت عايز ضرب الجزمه ده مين الدوله المصريه مين اللي قال الكلام ده معلش الواد الكذاب اللي هربان في قطر اللي هربان في قطر الدوله المصريه خطف اخت ابن شرقي وهي بتدرس السنه وقال لها بص يا بنت مش هتاخدي الشهاده اذا اخوكي مضى مع النادي الاهلي فالواد اضطر يهرب هو واخته صدق يالا انت كلب واطي انت عيل شاذ فعلا ده كلام صدقت كل كلمه مراتها فارغ صدق وصل فيه جنون وصل فيه جنون وللاسف بعض العيال في النادي الاهلي بعض الجماهير في النادي الاهلي للاسف مغيبين يصدقوا كلامه دوله مين يا ابني اللي تخطف اخت ابن شرقي انت عبيط يالا مجنون وللاسف اللي بيقول الصوت بينزل على صفحات الاهلي من تمام فيا اخي والله العظيم انا حزين ان النادي بالحجم ده
وديك شفت امبارح سمعت ابراهيم عبد الصمد كابتن ابراهيم ازاي كان جناح ايمن؟ قبل ما يجي مصطفى عبده ولا ما كانش جناح ايمن؟ كان جناح ايمن قبل ما يجي مصطفى عبده طبعا كان نجم الهجوم اول واحد كان بياخد الكوره بالكعب يلفها من حوالين دماغه ويرقص بيها عشان يتجوز السيده شادي حمزه ها؟ اخت هناء حمزه اللي هي كابتن النادي الاهلي وكابتن مصر مظبوط اللي جابت بطولات يا كابتن محمود الخطيب في الدولاب اكتر منك هناء حمزه بطولاتها اكتر منك شوف انت جبت كام بطوله دولي سبعه سته يجيب بتاع 20 بطوله هناء حمزه دي عشان بنتها المدرب اللي عندك عشان احمد انت عارف احمد ابن احمد مصطفى ايوه نزل الانتخابات نزل الانتخابات ما خدش قيمته تمام ايوه بيتشتم والصفحات بتشتم زي ما بتشتمك بتشتم مصطفى يونس بتشتم عماره بتشتم حسام غالي المشتمه شغاله بالفلوس فلوس جمال جبر ياخدها ويشتم الناس عادي تمام يقوم المدرب المحترم ما يلعبش البنت وهي كابتن مصر واخده احسن نمره في افريقيا فالبنت عايزه تلعب فجت اتعاقدت مع نادي الزمالك غلطت؟ لا طب ابراهيم عبد الصمد ينطرد من النادي طب والبنت الثانيه ابوها ممدوح شغال في النادي ينطرد من النادي كده بكرر استاذ ابراهيم يا كابتن ابراهيم استاذ ممدوح اللي بنكت عقد البنت دي خلقها اتعاقدت مع نادي الزمالك نادي الزمالك مفتوح لكم في اي وقت نادي الزمالك مفتوح لكم في اي وقت اقول لك حاجه هو الشحات الكرامي ده مش اخو كرامي؟ ايوه ما هو شغال في نادي الزمالك بقاله 15 سنه ولا الناس ما تعرفش؟ لا الناس ما تعرفش لا الشحات اخو كرامي شغال في نادي الزمالك بقاله 15 سنه وكان حارس مرمى برضه انا بقول لك اهو بلاش ده احنا عايزين نوحد عايزين نوحد يا بيبو عايزين نوحد بدل الخطه بتاعت البتاع دي اسمها ايه دي؟ ايه؟ جاء حلزونه راحت للحلزونه جت على الحلزونه رحنا للحلزونه حلزونه ايه؟ حلزونه ايه؟ ما انت رئيس نادي من اكبر الانديه في مصر وافريقيا في العالم كمان يا باشا خد مني انا اللي مش شايف النادي الاهلي هرم يبقى اعمى اعمى البصيره مش اعمى البصر في ناس كتيره ربنا فقدهم العلم لكن البصر لكن بصيرتهم تمام عندك هرمين كبار زمالك اهلي جماهير عظيمه زمالك اهلي تمام حط بقى معاهم الاتحاد لا اهلي طبعا. اهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري اتفضل اهلي وزمالك زمالك واجع واهلي وزمالك يقرا بلاغ استاذ محمود ابراهيم الخطيب محرض طبقا للقانون والعيال اللي واشتم وكمل انما انك امبارح لا حلاقي كلام وعملت فيلم امبارح اصل في ناس في مصر ضد الاهلي اللي هم مين؟ انا عندي 150 محامي في مكان يقرا بلاغ استاذ محمود ابراهيم الخطيب محرض طبقا للقانون والعيال اللي بتنزل وعملت فيلم امبارح اصل في ناس في مصر ضد الاهلي اللي هم مين؟ كلنا مش انت عنتر؟ كلنا مين؟ يعني لو في مؤسسه ضد الدوله ضد مصر دوله مؤسسات مؤسسه القاده ما حبستني مش كده؟ مؤسسة الحكومة دي اللي حلتني مؤسسة مش عارف ايه دي اللي طلبت بس الانتخابات هتطلع تقول يعني مؤسسة الظلم ساعد الزمالك وبعدين الوقت ده يقول لك ايه بقى حاجتين بيقول لك الاتوبيسات اللي طلعت جونة دي على حساب الدولة يا ابني الكدابة يا ابني الكدابة نادي الزمالك فيه ربع مليار جنيه يا كذاب الافندي بتاعك اللي انت بتبعته البيانات وبيقعد يقراها قدام الناس ويلعب نظاره يلبس النظاره يلا نظاره يلبس النظاره يا راجل العب نظاره ولبس النظاره اكثر من نقط المخد عيب تمام يقول لك ايه النادي فيه ربع مليار يا ابني ولا ما خدش فيه حاجه تقول لي هو الدوله اللي بتاجر ده وتبتاج وبعدين النقطه اللي انت بتقولها لاخونا مجدي ان الواد علاء اقتصادي ده بيقول ايه بقى؟ سلم الوسط قول عليك اهو كاتب وسط ونفسي تيجي مصر انت والمره اللي اسمها العربانه في كندا دي عشان تدوقوا على الواد اللي اسمه محتاج نفسي تيجوا عشان تدوقوا
مصطفى منصور ورجوله مصطفى منصور ايش تقول؟ يقول لك ايه؟ ان ابن شرقي الاهلي كان خلاص بيوقع معاه. مش هنولك مطالبك واملك ان اخش معاك في خناقه دلوقتي على الاقل. ويكفي الجماهير دلوقتي يا جماعه قبضتها ساعه امبارح ووسط بقى تاني قبل ما اخد كده كتير. احنا ممكن نقطع حقوق بالرغم انها سبع سنين محترمه. ما ينفعش احمد شوبير يبقى مش شايف الاجوان النادي الاهلي وان النادي الاهلي بيتبلف وكل يوم يقعد يشتم الحكام ويروح ينزل ظهره. لا تصلح ان تكون ورحمه كده ما تصلح ان تكون اصلا مذيع. ادي واحد. ما ينفعش اللي بيعمله التغيير ده التغيير الواد اللي طاير الكوره. بالك ابو حكم ده الحكم ده بالك واسمه الشناوي ما ينفعش يا جماعه. ما ينفعش. وبرضه ما ينفعش اي حكم ينتمي للزمالك بقى ما فيش حكام بينتموا للزمالك بيتكلموا. ما ينفعش يا جماعه يطلع يقطع في اي حكم بيحصل. مره هو ولا ابراهيم نور الدين ما عندوش رأي. الغلطه الوحيده انه ما طردش محمد مصطفى. الغلطه الوحيده اللي عنده. غلطته الوحيده. الكوره غلطه. ميزان وقف على الكوره زي رمضان لما كان في النادي الاهلي. الوقت في وقت تاني اسمه محمد نفس اما في حد عيب من بيهوهو يقول لك ايه؟ اصل عماد النحاس باع الماتش. لا ولو باع الماتش يبقى باع الاسكندريه كلها. لان الماتش الجاي الاتحاد رايح للاسماعيلي. وبعد كده هيجي الزمالك هنا وعنده 33 بوند والصراع على اشده ده لم يتحرك يا باشا من ما قامش على سكه عندك صح. و الفيلم بتاع امبارح ده اللي هي اللقطه هنضغط على الحكام النهارده عشان يقول الملاكي هو ابراهيم نور الدين الملاكي هنهاجمه النهارده ولا مش هنهاجمه؟ لا ما نهاجموش. ممكن تجيب لي بعد اذنك تنزل لي صوره رمضان صبحي لما كان ابن النادي قبل ما يشتموا دلوقتي بيلعب في النادي الاهلي واقف على الكوره ممكن تجيبه. يا ريت تجيب لي الصوره دي يا كريم دي صوره رمضان ده رمضان صبحي واحد من احسن لعيبه في مصر. هو طبعا دراستيوي بيتشتم بيتشتم دلوقتي بيتشتم تمام؟ طب ده رمضان وكان سنه صغير 18 سنه. هات لي بقى الثاني ابو طويله ها اللي هو ليه اوضه في نادي السكه. بمناسبه الكلام على الكوره وعلى الوقوف على الكوره. الوقوف على الكوره معناه لما وقف نور الدين قال دي حاجه سهله وبسيطه والناس كلها بتقف عليها. وادي خالد فطوطه وقف على الكوره بعد ما رمضان وقف على الكوره بيوم. فيا استاذ مرتضى يا احمد محمد منصور بلاش تعبط في الكلام لان احنا فاكرين واحنا عندنا ذاكره قويه من زي ذاكره السمك للبعير والجديان اللي انت بتقودهم واللي انت رئيسهم. فاحنا بنفكرك ان خالد فطوطه برضه وقف على الكوره. هل خالد فطوطه اهلاوي يا سياده المستشار او سياده المنشار؟ ادي خالد فطوطه وهو واقف على الكوره. هنكمل الفيديو بتاعنا بس كان واجب عليا ان انا اقف في الحته دي عشان ما تهربش منكم وعلشان نفكركم ان خالد فطوطه وقف على الكوره بعد ما رمضان صبحي وقف على الكوره وكتب انا عندي 52 سنه وبقف على الكوره عادي زي رمضان صبحي. فدي مش حاجه افتكاسه ولا حاجه كبيره. نفس الامر عمله يعني عملوا ناس كتير تقليدا لرمضان صبحي. لا ان الامر سهل وبسيط يعني يا رمضان انت ما اخترعتش الذره. فهمت يا مرتضى يا اللي ما بتفهمش؟ حديث قبل ما يجي معالي الوزير المحترم الجامد ده مين ده؟ ده حاكم النهارده؟ الله 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 ده الملاكي ابراهيم نور الدين؟ الله 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 بيعمل بيغيظ الزملكاويه زي ما عمل رمضان؟ ده اللي ثالث ماتش يحكمه النادي الاهلي؟ عايز الكابتن محمود الخطيب النهارده يطلع بقى يهاجم الحكام؟ يشتم. لكن ابراهيم نور الدين النهارده كان عنده ضمير وطول الرجل لغايه الاخر. يا راجل ده كان ناقص يطرد محمد مسلحي من المقصوره. لو لمح محمد مسلحي كان طرده. ده طلع سبع ثمان كروتك. تمام؟ اتقي ربنا يا ابراهيم يا نور الدين بس انت بصراحه حكم عظيم. فاروق امبارح بعد الحمله اللي اتعملت بتاعت الحلزونه هم الحلزونه الدنيا بتاعت امبارح ما سمعناش منها حاجه فجابوا الملاك. هو الملاكي لا ده حكم كويس. انت شفت النهارده ابراهيم نور الدين راح للفار ولا مره؟ ولا مره. ولا مره. رغم بقى
احترامي لرياضة اللعب النهاردة جميل الأهلي العظيمة ده حقنا مستكنا كابتن محمود بتاعت النهاردة ده طب واحنا هنجيب ابراهيم نور الدين الماتش اللي جاي طب الماتش اللي بعده طب الماتش اللي بعد اللي بعده طب اللي بعد اللي بعده تطلع بقى تهاجم الحكام بس امبارح مسحت الكرامات من الارض الولد الكلب الهربان في قطر الشاذي اسمه علاء تمام علاء جازم مشايب الذكريات بقول له في ثانية يا جمهور الاهلي العظيمة عمره ما كان اهلاوي ده انا عارفه من ايام لا مؤاخذة الخرابة اللي ورا في نادي الاولمبي هذا الشاذ بقول لك عامل ايه دلوقتي وعامل ايه دلوقتي انت فاهم كلامه هو امبارح الواد ده قال لك ايه الدوله المصريه ضد النادي الاهلي على زول امبارح ده قال لك في ناس في مصر ضد النادي الاهلي لو نفس الكلام بتشارك الكلمه دي خاف لان في اجهزه محترمه هتقول تعالى يا ابني ما تديني عماره عماره انك عندك مخالفات بالملايين محدش حولك لغايه دلوقتي الجهه عمارة انك عمرك ما تحليت عمارة انه لما طاهر ابو زيد الوزير المحترم اسطورة النادي الاهلي الحقيقية زي محمد صلاح في اسطورة مصر كلها العالم لما حل مجلس ادارة الاهلي بعد خمس دقائق الوزير المحترم طاهر ابو زيد هو اللي حل وروح اخونا الدكتور التبلاوي قال له عايزين مشاكل عمارة لما خالد عبد العزيز وزير الصدفة لما طلع في التلفزيون وقال لما الاهلي بيكسب شعب مصر بينام سعيد وعمارة الدكتور اشرف صبحي لو كل الاحترام والتقدير راجل مجتهد يعني لما بيسالوه عن مخالفات النادي الاهلي قال لك احيانا بنغض البصر دولة مين اللي مع مين يا ابني؟ دولة مين؟ وعمارة ان انا الاول على الجمهوريه في انتخابات مجلس النواب 2017 مش عارف اطلع السابع على برنامج 20 وعمارة لما اتعزلت من اللجنة الأولمبية أربع سنين وأنا رئيس نادي وعمارة لما اتمنعت من دخول الاستاد يوم ماتش أفريقيا في النهائي وتغير الحكم وتكسر الفار بتكلم عن إيه؟ دولة إيه اللي بتدلع الزمالك وحطها على دولة إيه؟ أنت صدقت نفسك صدقت الواد الكذاب اللي عرفان ده عمال تشحن جماهيرك ما جماهيرك واعية وعارف سيبك من شويه اقل جمال جبري بيدفع لهم سيبك من الواد ابو راسين ده بيقول لك صد رد ورد واللي بتاع الثلاث اربع عيال السفله اللي بيسمونا دول خلاص جميل الاهلي العظيمه عارفه المحترمه المثقفه الواعيه ان اللي حصل امبارح في حقنه مسكنه عشان يعينوا النهارده واحد ملاك بس والله ما كان ملاك ملاك ازاي؟ ده 3-0 يا راجل نقدر نقول النهارده انه عبد الحليم بسيوني باع ماتش سموحه ولا نقول بقى ان علي ماهر باع ماتش في الشرق كلام سهل بلاش نشحن جماهيرنا بكلام فارغ ثاني بكلام فارغ وبعدين بص يا احمد انا باعت بقالي فتره يعني اولا كل البلاغات بيعملها دي من 2018 من خمس سنه وعشان الدوله المصريه المحترمه وعرفت البن ان في ناس عايزه تولع من جمهور الاهلي وجمهور الزمالك خلاص تحملت السيما وايه اللي وساكت خلاص خلاص اتحولت الفتنه طلع الزمالك لان خلاص وعيت وجمال ده وعيت لا عايزين نعمل فتنه بين الدوله المصريه وبين بعض الشعب المصري جماهير الاهلي العظيم فاهم الدوله تصدمها اشحن اشحن يلا ما انت بيجي لك التعليمات من الولد الهربان اشحن خلاص مدير الكوره يشتم دوله مؤسسه محترمه تقول لك شيل الشتيمه من على قناه الاهلي اللي هي في بيسموها مش عارف بيسموها ايه بعد الحل ما بتخلص. يقول لك انا بيبو انا محمود ابراهيم السيد الخطيب اديت تعليمات كل صفحات النادي الاهلي تنزل الشتيمه. انا بشكرك يا باشا. النهارده عدد البلاغات ب 64 بلاغ. انت المثال الاول لان انا خدتك كده اول ما قلت اديت التعليمات والتوجيهات يبقى انت بتواجه صفحات الشتيمه. كتير تركي الشيخ ومصطفى يونس ومحمد عماره وصلاح صلاح صلاح المحترم خلاص يا راجل ده في نائب رئيس النادي كان في ايام محمود طاهر كان اسمه احمد سعيد كتب على صفحته رايه يا لهوي بطل مصر
اعتقد تلعاب الماء دي ايه المشتمة دي. وبعدين عايز اقول لك حاجه، اوعى تتخذ الشتيمه دي هتاثر دلوقتي ان انا هرد عليك. رمز تسلمه الباب الحلزون يما الحلزون، تمام؟ اوعى الكلمه بتاع عادل امام. هو حضرتك لما تقول ايه النادي الاهلي ما عندوش السفاله وما عندوش الاحتراف ما عندوش الشتيمه دي كلها، تسلم عليا انا مش فضيله. فلسه بقول لمجد عبد الغني انا دلوقتي ماشي في اغنيتين، اغنيه احمد شيبه انا مش فاضلكم لما افضى كده، انا مش فاضله دلوقتي. انا مركز تماما مع فرقتي وفرقتي والتعاقدات اللي انا عاملها وكل احلام جماهير الزمالك بعمل التعاقد واشيله في الدور. مش فاضله دلوقتي خالص، بس لما افضلك هطلع لك الفيديوهات اللي في قناتك ومحاميك الكلام اللي قاله قدام كابتن قدام سفاله. خلي بالك السيمه فيا، بوريك بقى الواد بتاع قطع بتاع الهربان تركيا الجاب شتيمه وثلاث عيال انت بتصلحهم، تمام؟ ان هم الثلاثه يقول انت فاهم خالتي بامبا وولادي الثاني. زي ما حضراتكم سمعتوا قله الادب والسفاله اللي قالها الاستاذ مرتضى احمد محمد منصور يموت في الربط زي النسوان. عارفين النسوان لما تبقى قاعده في قعده نسوان وتلاقي بقهم ده ما يوقفش، هو مرتضى وايه بشرط يعني الست بتتكلم كتير وبتسمع صاحبتها بتقول ايه، لا ده يمسك الحديده مش عايز يسيبها، يسيبها لما الدنيا تليل لما الناس تقول تصبح على خير احنا هننام. ده مرتضى احمد محمد قال لك، اتكلم على تفويت الماتشات، قال لك لو هتعيرني بإيهاب مش عارف مين ولا بسيوني لا الهم طايلني وطايلك. لا يا حبيبي الهم مش طايلني وطايلك، لان اللعيبه بتاعه النادي الاهلي اتربت على المبادئ والادب والاخلاق. النادي الاهلي لما ادى دفع للعيبه بتاعتهم ورفع عنهم الضغوط وقال لهم انت هتلعبوا بالناشئين اغلب اكسب اعمل اللي انت عايزه مش هتفرق، خلاص الدوري كده كده راح بالاحتواء وبالبتاع. فالنادي الاهلي بيلعب ومتشال من عنده الضغوط، هيلعب وهيأدي. واديك شفت المباراه امبارح اللعيبه عملت ايه. لكن هتكلمني على ايهاب جلال هقول لك ده بيفوت وبيفوت، على خالد جلال بيفوت وبيفوت، على عبد الحميد بسوني بيفوت وبيفوت، على احمد علي اللي ضيع ضربه الجزاء بتعمد ضد نادي الزمالك هقول لك بيفوت وبيفوت، على طارق يحيى اللي موجود دلوقتي وهزاز من هزاز الرؤوس بيفوت وبيفوت. فما تتكلمش عن التفويت لانك انت مش على راسك بطحه، ده انت راسك كلها 100 بطحه يا استاذ مرتضى احمد محمد. اتكلم قال لك اما الدوري ده بيقولوا ان احنا بنقرف منه ومش عارفين مش فاضيين له. بذمه امك هات تسجيل يقول الكلام ده وبتستشهد بشريف جمعه طبال وهزاز الرؤوس. عجبت لك يا زمان. لو انت معاك دليل على الكلام اللي انت بتقوله ده قدمه، واحنا نطلع نقول الكابتن الخطيب غلطان ما ينفعش يقول الكلام ده. لكن انت بتالف كلام وبتكذب وبتصدق كذبك وبتقول الكلام الكذب للناس اللي المفروض يعني يقولوا لك ما ينفعش الكلام ده، عمر الكابتن الخطيب ما يقول الكلام ده، قلت الكابتن الخطيب عمل عضويه مش عارف ايه انت معلش انت مال امك بالخطيب يعمل ايه وما يعملش ايه؟ انت ما تتكلم في ناديك، ما تتكلم في نفسك، انت يا ابني الخطيب حرقك ووجعك ليه كده؟ عمل لك ايه الخطيب؟ هو الخطيب عشان مش معبرك، عشان مش مالك اي اهتمام، عاملك هوا بالنسبه له، هتتجنن من كده؟ هيزيد حرقانك دلوقتي. قال لك ما فهمتش ولا كلمه من الخطيب. الخطيب كل اللي عامله ده فيلم، والهجوم على الحكام ده فيلم، وابراهيم نور الدين جابوه له علشان يحكم له، ابراهيم نور الدين اللي وقف على الكوره. يعني انا اطلع دلوقتي اقول ان ابراهيم الدين بيغيظ الزملكاويه؟ ما عشان انت جاهل ومش عارف الاحداث كانت ايه. لما رمضان صبحي وقف على الكوره فقال لك دي مهاره ومش اي حد يعملها وصعب ان حد يعملها، جماهير نادي الاهلي. فراح كل الناس حتى في لعيبه في فرق اخرى وقفوا على الكوره قال لك الموضوع سهل. حتى انا جبت لك وسط الفيديو خالد فطوطه وهو واقف على الكوره بيقول لك انا عندي 51 سنه ولا 52 سنه وواقف على الكوره عادي، يعني مش ابداع ولا انجاز. فهمت؟ فهمت يا مرتضى؟ بس عشان انت ضايع منك او ساقطه منك او انت اهبل معرفش معرفش. قال لك الخطيب بيهاجم الجماهير. بيهاجم الجماهير ازاي؟ هو قال ايه للجمهور هيجوا؟ غير الجمهور شايف ان الاهلي بيظلم تحكيميا وبيظلم من الدوله وبيظلم من مؤسساتها والخ الخ الخ. ده انت اللي بتطلع ده يا راجل، ده انت اللي قتلت عيال.
بتوع الدفاع الجوي، ده انت اللي قتلتهم، انت اللي عملت لهم قفص حديدي وجبت الداخليه وقعدت بالغاز وخليت البتاع، وانت اللي موتهم يا عم بالبتاع القفص الحديدي ده، وانت اللي عملت التكدس الرهيب اللي كان على الاستاد. مش الخطيب اللي عمل كده، مش الخطيب اللي تسبب في الموضوع ده حضرتك. قال مجدي عبد الغني داخل كوره غني وخارج غني وما بياخدش حاجه من جمعيه المحترفين. في ردود ما ينفعش تطلع كده على العلن، في ردود بتتقال بس بتتقال لما الواحد بيبقى ايه مع اصحابه مع الناس القريبين منه، انما على الجمهور والناس المحترمه ما ينفعش ان انا اخرج. مجدي عبد الغني بياخد مليون جنيه او مليون دولار سنويا عشان لجنه الحكام، لجنه اللعيبه المحترفين، بياخدها مجدي عبد الغني لوحده لان هو الرئيس، فبياخد السبوبه بيوزعها بقى زي ما هو عايز عشان لجنه اللعيبه المحترفين اللي ملهاش 900 لازمه بالمناسبه. قال لك ايه؟ مرتضى محمد الكواليني او محمد الاف، انت مال اهلك؟ برضه عمرك شفت رئيس نادي محترم ولا المفروض ان هو يبقى محترم يطلع يعلق على معلق بيتكلم حلو على نادي وتقول لك ده سيد البلد، ده الاتحاد السكندري سيد البلد؟ مال سيد البلد من هو بيفخم في النادي الاهلي؟ على فكره انا بحب الاتحاد السكندري جدا وبحب اسكندريه جدا 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 فوق ما تتخيله، بس كم بطوله اخدها الاتحاد السكندري وكم بطوله اخدها النادي الاهلي؟ هو الراجل بيفخم في النادي الاهلي بمقدار البطولات والانجازات اللي عملها النادي الاهلي. لما الواد بطيشه ولا التاني لهبل التاني قاعد يقول لك احضروا ليفربول الان، ولا التاني لما قال لك مش عارف ايه، ولما قال لك ان الزمالك عظيم، ولا الواد الهلفوت احمد الطيب لما بيقعدوا يفخموا في النادي نادي الزمالك، هل رئيس النادي الاهلي بيطلع يقول لهم انت عملته ولا سويته؟ وتقول انا كلمت مش عارف مين وان تايم ومش عارف ايه مش عايزين الاشكال، والتاني يقول له ايه ويطبله يقول له ده المعلقين بقى حاجه وحشه. يا ابن معلقين اللي بقى حاجه وحشه ده بيشكروا في النادي الاهلي اللي لحم كتافك من خيره يا مجدي عبد الغني، يا مجدي عبد الغني لحم كتاف مجدي عبد الغني من خير النادي الاهلي، والشهر اللي انت فيها من النادي الاهلي، ولو ما كنتش لعبت في النادي الاهلي ما كنتش زمانك على الشاشه دلوقتي طالع بتتكلم وبتقول له ده المعلقين يا اخي بقى وحاجه مش عارف ايه. معلقين ايه اللي حاجه ايه؟ ده المعلق بيشكر في النادي الاهلي، لا جاب سيره نادي الزمالك ولا ذم في الاتحاد السكندري ولا ذم في اي حاجه، بس انت عايز تقل ادبك وخلاص، عايز تقطع الالسنه اي حد يشكر في النادي الاهلي تقطع لسانه يا مرتضى. لا يقطع لسانك يا رب. تتكلم بتقول شوبير ومش شوبير وشوبير وابنه وابنه احسن منه مش ايش دخل شوبير دلوقتي في الماتش؟ عمال دخلك في الماتش للسياسه للملوخيه للبدنجان للمانجا مش ايه يا عم؟ ايه يا عم انت قاعد على مصطبه؟ ده انت رئيس نادي يخرب بيتك. قال لك هنقطع اون تايم سبورت بسبب شوبير. ليه بقى؟ علشان شوبير بيجيب الشناوي وسمير عثمان اللي بيعملوا زي ما بيعمل علاء صادق. هما بيعملوا ايه؟ بيجيب لك فقره تحكيميه وبيقول لك اللعبه دي تسلل، اللعبه دي خطا، اللعبه تستوجب انذار، اللعبه دي ضرب الجزاء، لا مش ضرب الجزاء. ده اللي بيقولوه. انت عايز تقطع الالسنه مش عايزينه يعرضوا فضايحكم. بالمناسبه النادي الوحيد اللي في مصر اللي بيشكر في الحكام هو نادي الزمالك، النادي الوحيد اللي في مصر اللي ما اشتكاش من الحكام هو نادي الزمالك عشان الاحتواء والطبطبه والاخد على الحجر. قال لك انا اتحليت واتسجنت والانتخابات اتزورت. منين انت بتقول القضاء نزيه والقضاء شامخ والقضاء مش عارف ايه وبتشكك في القضاء ان هو زور انتخاباتك في مجلس الشعب المره اللي فاتت؟ انت اتسجنت واتحبست وقلت ادبك ومش عارف ايه علشان انت فقدت يعني احترام الاخرين ليك في دايرتك الانتخابيه. ما الدايره الانتخابيه دي فيها اهلاويه كتير، لما انت تطلع تشتم على الاهلي وتشتم على الخطيب وسيد عبد الحفيظ وابو تريكه ومش عارف ايه، تفتكر ان الاهلاوي هيديك صوته؟ حتى لو انت عملت ايه للبلد مستحيل. قال لك على صادق عايز تضرب بكذا وانت ابن كذا وانت مش عارف ايه في الخرابه مش عارف كذا، واسلوب رخيص ما يتقالش من رئيس نادي. لما رئيس نادي يصف شخص ان هو عايز ضرب الكذا وان هو ابن كذا وكان بيتاخد مش عارف فين، يعني تخيلوا يا جماعه اللي بيتكلم على اللي بيتاخد مرتضى منصور بيتكلم على اللي كان بيتاخد في الخرابه ومش الخرابه مرتضى.
قال لك جماهير الاهلي بتنشر كلام علاء صادق يقول الكلمه بالنهار. طب ما هو جماهير النادي الاهلي برضه في صفحاتها بتنشر كلامك، وانا هو طالع بتكلم عليك وهنشر كلامك. احنا بننشر كلام كل الناس اللي بيتكلم معانا واللي بيتكلم ضدنا. مش معنى كده ان انا ابقى ماشي على كلام فلان او لا ماشي على كلامك، لا، انا بنشر كلامك عشان الناس تعرف قذوراتك اللي انت بتقولها. قال لك جماهير الاهلي بتنشر كلامه وبتمشي وراه وابيضه والهوسه دي. قال لك انا حمزه وبنتها مش عارف ايه عشان مشوها وهي خدت اكتر بطولات اكتر من الخطيب. بطولات ايه دي؟ واحده بتلعب طايره، بتلعب طايره، ايه دخل الطايره في ليه في القدم؟ بس اي هري وخلاص. قول يا عم، قلت حد هيحاسبك؟ عم اجدي معايا الشقلاوي وعمال يهزلك في دماغه، محدش ولا. قال لك المشتبه شغاله بالفلوس وجمال جبر بيوزع الفلوس. لا يا استاذ احمد، يا استاذ مرتضى احمد محمد، نعم، اللي بيوزع الفلوس حضرتك، اللي بيوزع الفلوس وبيعمل وجبات حضرتك، اللي بيشتري الجماهير وصفحات الجماهير حضرتك. لما انت كنت بتعمل اجتماع شهري كل اخر كل يوم جمعه مع ادمن صفحات المختلط وايطاليان ومش عارف ايه وايه، وعم اديهم كارنيهات عضويه علشان يدخلوا ويطلعوا بمزاجهم وعلشان يطبلوا لك انت وانت وامير واحمد، انت مش كابتن الخطيب، انت اللي عاملها عزبه وبتوزع. ادي ده كارنيه، ادي ده عضويه شرفيه، ادي ده عضويه عامله عشان ينتخبوك. ما هم لما لقوا مخالفات في الزمالك لقوا 120,000 عضويه مجانيه مرتضى عاملها وعاملها وما خدش فلوس، مش محصل فلوسها لصحفيين ولاصحابه ولحبايبه والمعارفه، واي واحد يقول له السلام عليكم يروح مديله عضويه علشان يعمل قاعده شعبيه اعضاء عضو في نادي الزمالك عشان يديهم صوته. فهمتوا؟ يعني في ناس تدفع مبالغ كبيره وناس بس عشان تفخم في مرتضى وتديله كلمتين يدخله متساوي مع اللي دافع. تمام تمام. قال لك انا عندي طبعا بعد ما خلص كلام مع مجدي عبد الغني، دخل فين؟ دخل مع الواد مجانس، الواد الاهبل ده احمد جمالان. قال لك الحلزونه، ياما الحلزونه، انت اكبر من كده، الاهلي مش عارف فوق الجميع، الاهلي فوق مصر، لا مصر فوق الجميع، المفروض الكبير يعني يبقى عنده عقله. مرتضى بيقول للخطيب الكبير عنده عقل والمفروض يعني انت ايه يعني تكون عندك عقل في النادي الاهلي وما يعني ما تقولش مش عارف ايه. مرتضى اللي بيقول لجماهير نادي الزمالك، يا جماهير الزمالك اوعوا تحفلوا على الاهلي، هو اللي طالع بنفسه يقول لك ده العيال في الفيسبوك عامله الحلزونه، ما الحلزونه على الخطيب ومش الخطيب. الخطيب ما طلعش كلمه غلط، كونك ان انت ما فهمتش كلام الخطيب ده علشان انت متعود على احمد دياب كلمك يقول لك امك وابوك وخالتك واللي جابوك واحسان دياب كان بيعمل كذا واحسان دياب كان انت متعود على كده، دي الالفاظ اللي انت متعود عليها. لكن متعود على انك تتكلم او تسمع كلام مثقف، كلام محترم، لا ما تعرفش، ما تفهمش. انت اللي تفهمه يقول لك انت فلان كان بكذا في السجن، ده اللي انت تفهمه وتعرفه وتحبه. لكن تتكلم او تفهم كلام الخطيب اللي بيتكلم كلام عقلاني مستحيل. قال لك انا عندي 150 محامي وعامل تلقيح، يعني الخطيب بيعمل تلقيح كلام وقال للعيال انشره الشتيمة بتاعت سيد عبد الحفيظ وانا هو المحرر. يا حبيبي سيد عبد الحفيظ مش هتمانش. سيد عبد الحفيظ قال في واحد بيقول ان انا متربي مع الحمير مع ان انا عمره ما لا شفته ولا دخلت بيته. هل قال مرتضى احمد محمد؟ هل جاب سيرتك؟ ما جابش. انت وهل دي شتيمة؟ يعني حتى لو هو شتمك وقال انت كذا كذا هو بيرد عليك. ده انت ليك 10 سنين عمال تشتم في الخطيب وسيد عبد الحفيظ. والدولة سايباك، والدولة بتطبطب عليك، والدولة مكسورة عينها. انا مش فاهم ليه. قال لك على صادق ابن كدابة والخطيب عمال يلقح ومش عارف ايه وبياخد تعليمات منه والكلام المرسل اللي بيقوله. قال لك بقول للخطيب مش هنقول لك اللي في بالي، دي نكتة والله العظيم، دي نكتة اسمعها بس. قال لك بقول للخطيب مش هنقول لك اللي في بالك، انا مش هدي لك فرصة ان انت تشتمني او مش هديك فرصة ان انت ان انا وانت ندخل في جدال مع بعض، انا مش هدخل معاك في خناقة، انا هرد عليك بعدين بالفيديوهات ومش عارف ايه وبالمستندات والحاجات دي. و يعني مرتضى منصور بيقول للخطيب انا مش هنول لك الفرصه ان انا ارد عليه. المثل القبيح اياه هو الكذا تلهيك واللي فيها تجيبه فيك، ما فيهاش مثل تاني. ما هو ده المثل اللي ينطبق على مرتضى. يبقى
بيشتم الكابتن الخطيب وبيقل ادب وايه وفي الاخر يقول لك انا مش هنقولك اللي بالك يا خطيب ان انا ارد عليك بزمه. ده بيستعبط وانا بيستعبطنا. ده شغل هبل، ده شغل ناس فقدت عقلها بصراحه. ده عيب، ده مستحيل يكون. ما يكشفوا عليا ناس، يا ناس يكشفوا عليا الله يرضى عليكم. انا بقول الخطيب عندك مخالفات بالملايين، الخطيب عنده مخالفات بالملايين. الخطيب بالمناسبه مسدد ضرايبه، المايه بتاعته، النور بتاعته، عنده لجنه محاسبات بتحاسبه بالقرش وبالمليم وبالجنيه. ولكن ارمي اي عبط اي هبل وقوله، محدش هيراجع وراك، محدش هيراجع وراك ولا حد هيرد عليك، بس احنا قاعدين نرد عليك. قال لك عمرك يا خطيب اتحليت؟ عمر الوزير حلك ولا احالك لمش عارف ايه؟ طب عمر اللجنه الاولمبيه مش عارف عملت ايه؟ اللجنه الاولمبيه حلتني، اللجنه الاولمبيه حلتك عشان انت قلت ادبك على رئيس اللجنه الاولمبيه، مش عشان حاجه تانية. اتحليت علشان ابناء نادي الزمالك ورؤساء مجلس اداره نادي الزمالك قدمت فيك طعون وشكاوى ان انت زورت انتخابات، ان انت زورت عضويات، فكنت بتتحل. والمره الاخرانيه انت اتحليت، بس للاسف اتهدد وزير الشباب انه يقدم المستندات اللي فيها مخالفات بالملايين عليك، وهدايا من تركي وهدايا من غيره، وانت يعني اتحليت عشان كده، مش اتحليت عشان انت الدوله ضدك، لا اتحليت عشان زفاره لسانك وعشان انت ما سبتش حد الا ما شتمته. قال لك اتحملت شتيمه وقله ادب، مرتضى اتحمل شتيمه، اتشتمت من مين؟ ده انت بتشتم ده انت بتشتم مصر كلها. انت بتصيح على مين يا عم؟ بتتوهنا انت بتستعبط. انت يا ابني انت غريب، انت واخد حبوب هلوسه، ما تفهمنا. انت بتهلوس، واخد حبوب تخدير عقل. اتشتمت وتحملت وعمال بتشتم وكل يوم بتشتم وعمال بتشتم. انا مش هرد على الحلزونه وانا مش فاضيلك دلوقتي، وانا مش عارف احمد شيبه بقال ايه، مش هرد عليك دلوقتي، هفضلك بعدين او هديك بعدين. ايه يا عم؟ ايه العبط؟ ايه الهبل؟ قاعدين في ايه المستنقع ده؟ شفتوا الراجل امبارح المحترم محمود الخطيب كان بيتكلم بيقول ايه؟ لا تطرق لاحد ولا شتم احد ولا قل ادبه على احد، عمال يتكلم يقول لك ده تفويت ومش تفويت، ويقول لك الحكم ما راحش للفار، وانا ممكن اقول الكره دي فاول، ممكن اقول، لكن انا مش هقول. بص عارفين ايه؟ يجرح ويداوي، يضرب ويقابل. شغل نسوان، شغل نسوان، شغل نسوان. ايه عايز انقي لفظ محترم؟ ما فيه، مش لا ما لا ينطبق معايا اي لفظ محترم. شغل نسوان عايزه وخايفه من كذا. هقول ايه؟ طيب هقول ايه الدوله سايبه الاستاذ ده ليه؟ سايباه جعجع ويقل ادبه على الناس ليه؟ ليه ايه السبب؟ هل المكالمات دي ما يعاقبش عليها قانون؟ واللي قبلها ما يعاقبش عليها قانون؟ الدوله فين؟ السيسي فين؟ ورئيس الوزراء فين؟ ووزير الشباب فين؟ واللجنه الزفت الاولمبيه فين؟ والدوله فين؟ فين فين ده كله؟ بالمناسبه انا مع رئيس بلدي ومع جيش بلدي ومع شرطه بلدي ومع السمنه البلدي والبيض البلدي والفراخ البلدي، بس مرتضى منصور لازم يتحبس. انا مع دولتي وبحب دولتي وبحب رئيس دولتي وبحب بلدي وتراب بلدي وبموت في تراب بلدي ومصر فوق الجميع، مصر فوق الاهلي فوق الزمالك فوق الاتحاد السكندري، مصر فوقنا كلنا، وجيش بلدنا هو رقم واحد في الجيوش العربيه كلها والجيوش الخارجيه برضو كلها. بس انا بطالب ان مرتضى منصور يتسجن لان الدوله بتطبطب عليه، السيسي بيطبطب عليه، ملهاش حل تاني. وبعدين احنا قرفنا من الوساخه والقذاره اللي بتتقال كل يوم. شخص طالع يتكلم على نادي غيره ليه؟ ما تتكلم عن ناديك، اتكلم عن صفقاتك، احتفل ان انت كان في حكام بيطبطبوا عليك وبتدلعهم وانت الوحيد اللي بتحامي على الحكام. تطلع تقل ادبك وتشتم وتقل، ولما حد يرد عليك تهدده ان انت هتسجنه. يا عم اللي مكتوب له يشوف السجن هيشوفه، واللي مكتوب له مش هيشوفه مش هيشوفه. احنا بنعمل اللي في ضميرنا واللي شايفينه غلط. انا لو كابتن خطيب طلع في يوم من الايام قال كلمه غلط هطلع ارد عليه، انا اللي هرد عليه، بس عشان الراجل عمره ما بيقول كلمه غلط وعمره ما بيتلفظ على حد زيك. لكن انت للاسف فقدت احترامنا ليك،
فقدت احترام الناس ليك وفقدت تعاطف الناس معاك، وكل يوم هم الكلمتين السافلين اللي بتطلع تقولهم من 20 سنه. والنهايه ايه؟ الدوله سايباك. انتهى الفيديو بتاعنا. اخواتي الاهلاويه الغاليين عليا المحترمين، عشان خاطر ربنا تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو لسه ما اشتركتش في القناه تشترك في القناه. والله اللايك ما هيتعبك. بشوف فيديو جايب 3000 جايب 100 لايك، يا عم طب ما الناس اللي مش عايزه تعمل اللايك هيوجعها هيضايقها هيزعلها. والله اللايك ده بيقول لليوتيوب يا يوتيوب المحتوى ده كويس شيره اعرضه خليه ظاهر للناس. انما انت لما تشوف الفيديو ولا تعمل لايك ولا كومنت انت كده بتقول لليوتيوب المحتوى ده وحش وسيء وما تظهرش لحد. انا بطلع بعمل مجهود وبيطلع عيني وفي الاخر وبنرد على مرتضى بكل قوه وبكل جبروت بدون خوف، وحضرتك مش عايز تدعمنا بلايك. اللايك الوحيد اللي تدعمنا بيه مش عايز تدعمنا بيه، والشير الوحيد مش عايز تشير. طب انا هطلع اكلم نفسي، القناه ليها 3 سنين مش بتكبر يا جماعه، عشان خاطر ربنا كبروا قناتنا، عشان قناتنا يبقى لها صوت ويبقى لها راي. براحتكم، خلينا نكلم نفسنا. انتهى الفيديو بتاعنا، بشكركم شكرا جزيلا. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.